يشتغل عماله وجاني واحد طاني 50 بيقول ارجع البيت انتخب عمال حكيم. شوف هاي تعال يا عمي. عم شباك انت؟ عم انتخبوا 50,000. 50 طاق لك عصة وعلي مش يوم ما شايفه 50. عم انتخبوا علي. انتخبوا عمال حكيم هو؟ وعلي كش ما تحصل غير ال 50,000. وعلي انك طاق كش ما تحصل باعه؟ داخلين على وقته. نحمة نحمة. انت خالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، أي شخص يحب يتصل بنا من داخل العراق يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. إضافة عندنا أرقام ثلاثة راح تطلع هسه، ذني الأرقام من داخل العراق من خارج العراق، فعندكم خمس أرقام، اثنين مخصصة إلى داخل العراق وثلاثة اللي هن ذني اللي تشوفون هسه مخصصة للداخل والخارج على حد سواء. أما هذا الرقم راح يطلع هنا، هذا مخصص للواتساب فقط، يعني رسائل مكتوبة فقط، ما أقدر أستقبل لا اتصال ولا رسالة صوتية على برنامج الواتساب. فلا حد يزعل علينا ويقول لنا ليش ما تستقبلون اتصالي، برنامج الواتساب ما مربوط ويانا كاتصالات. اليوم أكو أحداث هواية صارت بالعراق، بس أكثرهن اللي هو طلع به رئيس الوزراء أو ما يسمى برئيس وزراء حكومة المنطقة الخضراء أو ما تسمى بالحكومة في بغداد، وهي أبعد ما تكون عن أي حكومة أو عن مسمى حكومة، وأبعد ما تكون عن تعريف الحكومة، لأنه هي مو حكومة، هي سلطة، هي قوة، هي إدارة غصب، هي إدارة شؤون بطريقة خاطئة، سموها ما تشاءون، لكن كحكومة تدير سياسة هذا البلد وتدير شؤون هذا البلد وتدير أوضاع هذا البلد هي بعيدة كل البعد عن ذلك. مصطفى الكاظم اليوم طلع ويقول إنه الشعب العراقي وصل إلى مرحلة اليأس. احنا هسه بال 2021، الاحتلال صار بال 2003، يعني 17 سنة وأكثر. هسه يلا مصطفى الكاظمي طلع ويقول إنه الشعب العراقي وصل لمرحلة اليأس. عيني مصطفى، أستاذ مصطفى، سيادة رئيس الوزراء، دولتك من طلعت وصرحت هذا التصريح، بلا زحمة عليك، إيش راح تسوي؟ أبو حسين من البصرة، حياك الله يا أبو حسين. الله يحييك. السلام عليكم أستاذ. هلا بيك أخوي. الله يحييك ويحيي القناة الكريمة. حبيب قلبي. عفوا، احنا يمكن هاي هي صديق لعبة سياسية، بس ظاهر الكاظم سواها لعبة كرة قدم، يعني بالأوفر تايم بالوقت الضايع يكون. أولا، ثانيا، هو أصلا احنا اليأس أيسنا مثل ما نقول، ولزمنا اليأس من أول ما هاي الحكومة والأحزاب اجت لزمة العراق. نعم. اللي ليس لأهل الإدارة أصلاً. نعم. فهو من قال يعني أقر على يأس العراقيين، لأنه شاف ما منها مفر، يعني وهو يعتبر هاي الحكومة الأخيرة بالوقتية وآخر أيامها وآخر شهورها، فما بعد عجز عن على شيء يقدم للعراقيين، كله مكشوف صار. نعم. فما معقول يعني اكو فد شيء يلمس العراقي حتى ما يقول، لانه هو هسه كل العراقيين مأيسين من زمان، وهو اقر يعني وين هسه اقر، يعني يجوز اقرها بكلمه، بس المفروض اذا واحد غيره، احنا شايفين بالدول اذا دوله حكومتها ما تقدم شيء وتعتذر وكذا وتروح للمتظاهرين او تروح للشغله المقصوده بها الناس، تقول لهم يابا احنا راح نعدل كذا هذا الموضوع ونخليكم وش تريدون يصير. نعم. فهو طلع يعني يضحك على العراقيين بكلمه اقر على انه العراقيين اصابهم يعني هسه صدق عيسو،
وين كان؟ وين كان هو هو احزابه والحكومه واللي وياه المتفقين وياه وين كانوا؟ هم اصلا هسه هاي المقاطع مال الحكومات من 2003 لحد الان كل من يطلع يقول يقر على نفسه يقول احنا ما قدرنا العراق بصوره صحيحه من المالكي الى غايه هذا اليوم اللي نحكي فيه. نعم. فالكاظمي خلى هاي الكلمه لما تليش لانه ما يعرف راح يطلع ما قدم شيء ولا راح يقدم شيء ولا الحكومه احنا نجزم ولا الحكومه الجايه تقدم شيء. انا قبل ايام هسه هاي مال صوله مقتدى واللي على الاسلحه واللي والناس اللي طلعت وياه عن احنا ناس بالبصره ما عندنا لا مراقب ولا غيره ولا هذا. يعني شنو الغايه اللي خلى ارعب الناس وطلع اسلحه وطلع كذا وطلع يعني هو طريقته الخاصه وجماعته ويعرف جماعته شنو هو والناس هي تعرفهم اصلا. طبعا ماكو اي شيء لا راح يقدمون ولا يقدموا حاليا ولا هسه. يعني هم محتارين بانفسهم يقولون احنا خافين الانتخابات صار بها من اقر القانون 50% اللي راح يصير الاحزاب خافهم يقولون خاف تجي حكومه يعني خاف مثلا يتخوفون طبعا يتخوفون هم من الشعب يقولون لو فد يصير شيء علينا طارئ لو الحكومه تروح منها نص واحنا راح نتعاقب ونروح بيها. نعم. فأنا ما أرد أطيل وراي ناس هم تريد تحكي. فالكاظمي هو هذا آخر ما تبقى في جعبته فما طلع قال راح نعد في الشيء للناس جاء كلمة من هو قائلها ويضرب نفسه وراء هاي الأحزاب هي راح تأيده وتأيده على هاي الكلمة بس بتأيده من تأيده كلاميا مو فعليا حتى يفعلون فشي يعطونه للناس وللشعب ويرضون الشعب. وانا اشكرك. شكرا لك ابو حسين. الكاظمي من بتصريح هذا شو يقول؟ انه الشعب العراقي بدا يشعر بالاحباط بشان امكانيه التزام الدوله بواجباتها ومعتبر انه مزايدات انتخابيه من جهه سياسيه تقف وراء الانتقادات الموجهه لحكومته حسب تعبيره. هذا كله يأتي في وقت يشهد به العراق انهيارات أمنية واقتصادية وسياسية متسارعة في ظل صراع متزايد بين الأحزاب فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة التي دعا إليها الكاظمي في وقت سابق. هو شو يقول؟ يقول أن الشعب العراقي بدأ يشعر بالإحباط لأن الحكومة ما راح توفي التزاماتها. يا التزامات شنو الوعد اللي أنت وعدت به الشعب العراقي وتحقق؟ أنت ولا اللي قبلك؟ زين أنت من تقول أنه مزايدات انتخابية من جهة سياسية هي اللي سببت الانتقادات إلى حكومتك. حضرت جنابك أستاذ مصطفى وعدت الشعب العراقي بانتخابات مبكرة على أساس بحزيران بهالسنة هاي يعني بعد 4 أشهر أجلتها سويتها بشهر تشرين أول اللي هو بشهر 10. أياد علاوي ذاك اليوم يطلع يقول إحنا ما نقدر نسوي الانتخابات بشهر 10 فنتمنى يأجلوها لسنة 2022. هاي انتخابات مبكرة. هذا وعدك للناس. وعدك للناس بالفضائيين والكهرباء وهواية أمور وعدت بها الناس. شنو اللي حققته للناس حتى ما حد ينتقدك؟ ومن تجي تقول مزايدات انتخابية هي اللي سببت هاي الانتخابات لنا. هاي الانتقادات لنا. محمود من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. احنا اول وحدة الموصل ولا رمادي ولا تكريت ولا ديالة. نعم. احنا ساعدنا خامني ابو لحج عدكم العراق وإيران. هاي وحدة. نعم. في عندك هذول عندنا الساعدين هذا حزب الله. هذه عصائب الحق. هذه الميليشيات. هذا الحرس الوطني. هذا قوات السوات. هذه احنا قل لي اي دولة صارت بالعالم يرحم ابوك مثل العراق صار فريسة. قل لي اي دولة صارت بالعالم بها 100 حكومة تحكم دولة. ايران قاعد تحكمنا. هذول قاعدين على الكراسي شنو هذول؟ خلي خامل تعريس حكومة العراق وايران ونور المالكين وايران الهالكي وزير الدفاع ومقتدى الصدر خلي وزير الداخلية. هذا ما اعرف على جاينا هذا الكاظمي هذا الفطيمه.
هذا عيب عليه، عيب 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 قاعد على كل شيء. حتى تجيك هذا الموصل وهذا الرماد النخبة هاي تعال سوي التمرية قوة لابنك. أنا ولدي اليوم 4 سنين ما عنده لهم وين، 4 سنين مثل سجن المطار ما حد يقدر يطبه، ما خليت نسوان دزيت سجن الشعب الخامسة ما حد يقدر يطبه، كلها قابلت الميليشيات الإيرانية ومخابرات الإيرانية. سجن سجن الدورة ما حد يقدر يصلوا، ما خليت اليوم 4 سنين يبس حلقي. تروح لك على الجنسية وحسو التبرية، تروح لك على السير وحسو التبرية. يعني هذا الخطيمة جعدنا على الكرسي ما جعد يشوف شاكو وش ماكو، ما يعرف جعد شاكو وش ماكو. لو بانتخابات نأجلها يقولكم انت شنو من حكومة الخاطرة الله بيش مرقة ما سويت يسلوه خلال سنة صار انتخابات حدها بيش مرقة بيش مرقة صار سنة خلهم يا رئيس الوزراء ذول يحكمون وعبرون صواريخ بس من إيران جو الطماطة والخيار والفليفلة وسووا قواعد بالعراق وبسوريا وباليمن وخلوا ولد الخايب. احنا قاعدين نضرب بطناش محافظين على الطحينات، قاعد ينطونا الطحينات. يقول لي هذه مال الدولة قاعد، هذه كل المنافذ الحدودية هذه وين قاعد تروح ابن اخويا، وين قاعد تروح؟ كل من قاضب له رصيف اخذوا منه سوق القدم الحصايب، اخذوا ساحات الحديد، اخذوا ساحات الخضرة، اخذوا ساحات السيارات. خلانا هنا تعبس نوجب ولكم تقوموا الشعب يا زيد تقولنا بس احنا 4 محافظات مظاهرات خلونا نقوم احنا والله نقلب الخبر مع اليابس. والله ما ظلنا نتحمل. انت نور المالك مجدد في نفسك بانتخابات بعش اقعد ببيتك ويا زيك اول ما ظلك والله ما تدوم. والله ظلم ذا دام يدمر، والله ذا دام يدمر، والله غادتك تشحذ ماكو تشحذ تشحذ وين تشحذ. والله العالم دايحه من الشوارع، هذا اللي يروح يسوي له بستان وما يحصل منه شيء، وهذا قاعد قابل طنبر وعربانه يلف تلف، وهذول ولد حصنه ما شاء الله ملتهين بس يحطون دفاتر. اي لا. حكومه مختلف الصدر يقول احنا نحصل سلاح السلاح بهذه الدوله يقول لك كيف انت المحش لحيتك مثل كاروكا المعروف. ما تقول حتى حد البابات طلعت اول بالشارع ببغداد. نعم انت ول شكرا 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 جزيلا لك اخ محمود. ام محمد من بغداد كان المفروض تدخل ويانا بس انقطع الاتصال وياها، اتمنى ترجع لنا حتى نسمع رايها. ابراهيم من الناصريه حياك الله. ابراهيم همين انقطع الاتصال ويا الاخ ابراهيم، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايها. صباح من بغداد حياك الله اخ صباح. السلام عليكم اخ افل، نرحب بكم. السلام الكريم. طبعا مصطفى الكاظمي اختاروه وكانوا مؤيدين المتظاهرين، الثوار كلهم ايدوا لين قبل ان طرحت اسماء ما وافقهم عليها، يعتبروهم جزء من عمليه سياسيه بائسه. فاعتمدوا المتظاهرين على هذا الاسم الجديد وانه ما منتمي لاي حزب، فكان احد مطالب هو ان يحاسب الفاسدين واظهار القتله اللي قتلهم الشهداء في الجنوب في مع المتظاهرين الشهداء اللي سقطهم على ايد الميليشيات الطائفيه. لكن مصطفى الكاظم خيب آمال الشعب العراقي بالكامل، يعني خيب آمالنا حقيقة كنا معتمدين عليه أنه شخص مستقل وما متحزب وما عليه أي شائبة، كانت يعني ما كان ظاهر على جهاز مخابرات يشتغل بسكوت ويا الحشد ويا الحرس الثوري طلع. فحاليا مصطفى الكاظمي الفترة اللي هو صار بيها رئيس وزراء شنو إنجازاته؟ ملف الفساد وملف إظهار القتلة من الميليشيات، ما سوى فد شيء. ملف الفساد هو جزء من الفاسدين أصبح، يعني تعرف هاي الأموال والميزانيات اللي انصرفت والفلوس اللي عندهم اللي المنصب رئيس الوزراء، يعني يمكن أغرقت هاي الأموال وأصبح يعني واحد من الفاسدين الموجودين حاليا يعني الرؤوس. والملف القتلة أظهار القتلة ما قدر يندق بالقتلة، لأنه يعني يعرف أن القتلة هم حشد، هم منطوين تحت الحشد الشعبي اللي تابع له وهو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة. يعني أي شخص استشهد على إيد الغدر والخيانة دول الخونة الميليشيات الولائية ما
مصطفى الكاظمي يعني ما مسك أي واحد في سبيل الشارع العراقي يحس بالإطمئنان من مصطفى الكاظمي يقول لك جاي يلزم القتلة وجاي يحصر السلاح بيد الدولة وغيره، لكن مصطفى الكاظمي وقف عاجز أمام الخطوط الحمر، يعني هم عنده خطوط حمر ما يقدر يعني ما يقدر يحاسب أي شخص. والدليل على كلامنا يعني هذا سرايا السلام اللي استعرضت هذا الاستعراض المخيف والمرعب للمجتمع العراقي، ويعتبر سلب لسيادة الدولة العراقية اللي مثلها مصطفى الكاظمي، وقف يعني صامت ما سوى أي إجراء، يعني حتى رئيس الوزراء والعمليات المشتركة ما عندهم علم بأن سرايا السلام راح تطلع بكل محافظات العراق وبغداد يستعرضون قوتهم في سبيل يخوفون المتظاهرين وفي سبيل يجر بوش مصطفى الكاظمي بالمرحلة الانتخابات القادمة، ويقول لك أنا أريد مناصب، أريد منصب رئيس الوزراء، يمكن يطمع لمقتدى الصدر. فمصطفى الكاظمي وقف عاجز لا يقدر يسحب السلاح بيد الدولة، لأن يعني يعرف ذولي كلهم ميليشيات وضد القانون، كلهم ضد القانون. هاي الميليشيات الطائفية يعني هي سبب دمار العراق، بس ما حد جاي يحكي، لا سياسيين السنة ولا السياسيين الشيعة يقدر واحد يتجرأ ويكون رجل لمرة واحدة، سياسيين العراق بالكامل يطلع ويقول ان الحشد الولائي والحشد المقدس هو مهيمن على الدولة وما يخلي احد يشتغل، وهاي الاحزاب الطائفية المجرمة الفاسدة مهيمنة على العملية السياسية بالكامل، ما يخلون مجال لأي وطني انه يشتغل، سواء كان وزير او وكيل وزير او المناصب العليا او الجبايات من المنافذ كلها شلون يحصلون عليها وين تروح ما حد يعرف. فالكل فاسد، الكل فاسد، مصطفى الكاظمي وحتى اللي راح يجي بالمستقبل هم فاسد مثلهم، اذا ظلت هاي الاحزاب وظل الحشد الشعبي اللي يسمونه قدسوه صار مقدس راح يظل الوضع على ما هو عليه. المفروض انتفاضة عارمة قلع كل هاي الاحزاب، انتو جربناكم 18 سنة وفشلتوا، يعني بعد ما عدنا مجال نعطيكم مجال في سبيل نجرب احد جديد من عندكم، كلكم فاسدين وكلكم مجرمين وكلكم قتلة، يعني ما بيكم واحد الصالح، لا السنة السياسيين السنة ولا السياسيين الشيعة، كلكم مشتركين بالجريمة والفساد. والدليل حتى رئيس البرلمان اللي محسوب علينا محمد الحلبوسي، من شفنا هاي الاستعراضات وقف صامت، من شفنا هاي القتل أخواننا بالجنوب صامت، المقابر الجماعية سكت، ما يقدر يحشون ويا حشد يعرفون هذا العامري وأبو فدك وقيس الخزعلي، ذول يعرفون ردة فعلهم شو راح تكون ويسقطون سياسيا السنة. نعم، شكرا لك أخ صباح. كان مفروض الشاب من صلاح الدين يطب ويانا بس انقطع الاتصال وياه، أنا أتمنى يرجع لنا. غدير من الموصل حياك الله. أخوي بس لو ينطونا فلوس مال الشعير ما سنة 2020 والله يعني الكل مديون، يعني ومحي على بكالة. بس نص صوت التلفزيون اسمعني من التليفون أخوي غدير. نصي يعني فلوس الشعير فلوس مال والله الناس يعني كل المحاصيل الزراعية وكالة. نعم اي والله يعني لو بس يسامونا يعني كافي هذا السنه مال 2020 فات وما نطور فلوس مال المزارعين. نعم يا اخوي انت ما يصير. نعم كافي يعني الناس تعرف انت مديونها الناس يعني تعرف انت. نعم ايه وجزاك الله خير، فانا ما عندي شيء غير اقول هذا الكلام. نعم وصلت اخ غدير. الاخ غدير يعني عبر برنامج صوتكم وجه نداء الى وزاره الزراعه، الى وزاره التجاره، الى اي شخص معني بانه باطلاق اموال المحاصيل الزراعيه يقصد بها الحنطه والشعير، فيقول لانه احنا بجائحه وكتلنا جوع. وصلت رسالتك استاذ غدير، شكرا جزيلا لك. من المثنى علي حياك الله. السلام عليكم استاذ، تحيه لك ولقناتك الكريمه. حياك الله اخوي العزيز. الله يحييك اخوي الكريم. راح اختصر لك اياها بموضوع. نعم اخي الكريم، احنا بال2003
كله وعود كاذبه كاذبه من العراقيين من عندها وعود كاذبه. اجى عادل عبد المهدي، اجى حيدر العبادي، اجى رئيس الوزراء نور المالكي، شنو سووا؟ كل شيء ما سووا. اخذ يوم ناس عطاله بطاله كل شيء ما سووا. عندنا ملف المحتقلين، ملف المغيبين، وين قتل القتله مال المتظاهرين؟ قتله المتظاهرين ماكو، ما حد حكى بيهم. احنا نريد ناس اكفاء شرفاء توقف امام محكمه الجنايات الدوليه تقدم القتله. هذا طبعا انا حريه الراي والتعبير ناهيك عنها ماكو. انا هيئه الدوله تامن لي حريه الراي والتعبير. مو الدستور كيف لين ماده 38؟ نعم. وين حريه الراي والتعبير؟ اخي حتى امام التلفاز بعد جمله الخاف نطلع نخاف على رواحتنا. اليوم ملف المغيبين، عندك قتله المتظاهرين ما حد كشف عنهم، وعود كاذبه بكاذبه. يقول لك راح نسوي انتخابات مبكره. زين انتخابات مبكره؟ عندك السلاح المنفلت، السلاح المنفلت احصل لي السلاح بيد الدوله. وزين دول الجوار متدخله بشؤون العراق. زين لا صناعه لا زراعه، اقتصاد منها دمروا العراق دوله. حتى تحكي عن النظام السابق يقول لك اه انت مجلس النظام السابق. يا اخي والله العظيم ملينا. ماكو وعود كاذبه بكاذبه. هو سببها الاحتلال الامريكي، دخل دوله وخلوهم صنعهم حسام خلاهم على العراقيين. اخي والمشتكى لله سبحانه وتعالى، وتحيه لكم ولقناتكم الكريمه. حياك حياك وبياك. ابو ياسين من بغداد، حياك الله يا ابو ياسين. تحياتي لك اخوي لقناه الرافدين. حياك الله اخوي. اخي هي ترى حكومه ماكو، ترى هي كلها ميليشيات. هاي الحكومه ما يقولون عليها حكومه، كلها ميليشيات. انا اشتغل سايق قبل فتره على باب الله، اشتغلت على العبايتشي. نعم. كروجتني طبيت اول ما دخلت العبايتشي تنزل بعد هيك كيلو متر من تنزل على العبايتشي اكو سيطره فوق جسر. اي جسر هيك مال جدول مال مي. نعم. وقفوني قال انطيني هويتك. قلت له الثانويه؟ قال لا انطيني الهويه. من قال انطيني الهويه؟ حمار وبيها جيش. انطيت الهويه مالتي خفت من قال الهويه، لان شغله طائفيه. انطيت الهويه قرا اللقب قال انزل اطبق السياره انزل. نزلت الضابط السحوله السيد من اهل البصره رتبه رائد شعره حبيب شويه. نعم. مطلع يعني ويا جنود والله اشكولاتهم ما بيها قطره مال روح وطنيه. اشكول مال عجم. لزموني دق حاسب على اساس قال لي انت ما عندك اوليات بالعراق. قلت يابا ليش انا قبل فتره طلعت شاهد الجنازه الجالي؟ قال لا هذا قرا اللقب. المهم قال لهم خذون ابو سجن. يابا شو مسوي؟ الصراحه انا بجيبي فلوس. فتشوني خذوا من يم فلوس؟ خذوا من يم 900,000 وخذوا من يم تليفون ابو الكاميرا. نعم. خذوا من يمي بس هاي شنو؟ ضرب يضربون بي. يابا انا شو مسوي؟ قال انتم كلكم قدامي، انتم بحثيه، انتم ما اعرف شنو. قلت له اخي انا اشتغل على احنا جابنا على هاي السوالف مال الطائفيه. قلت له انت طائفي؟ من قلت له هيك قام يضربون بي. المهم واحد منهم ايش قال؟ قال هسه راح ندبك بالسجن مال التاجي. قلت له ادري انا شو مسوي؟ قلت له غير اشتغل على باب الله؟ قال انتم اهل العبايتشي كلكم ارهابيه. قلت له يابا انا مو من هنا، انا اشتغل على باب الله. المهم ضربوني واخواني ذبوني سجن وخذوا فلوسي وما اعرف شو بسوا بالسياره مالت العاصم. والعصر يلا طلعوني قالوا تروح منا تاخذ السياره مالتك وتروح. هاي سلبوني اني. هي هاي الحكومه اخي حكومه ماكو. وحتى انا لحد الان هذا ظهري يوجعني. انا كل شيء ما مسوي. هي هاي الحكومه يعني اخي عجيبه عجيبه. يعني شنو هالعقد؟ هذا الحقد شنو شايل على العالم؟ نقص من سيطرات. روح للسيد، يا سيد هذا يعني فوضى. اخي حكومه ماكو. هاي الحكومه اذا ظلت بعد بالعراق 100 سنه ما سووا امان. هذول جاي يتعاملون مع الشعب معامله انتقام، والله معامله انتقام. هذول حليبهم عجمي وليس حليبهم عربي. وانا اذكرك هالطرف عليك، انا لهذا ترى ما اقدر اتصل، يعني احسبهم شلون شكوا بي. نعم. لك اخوي انا اسف. شكرا شكرا لك ابو ياسين. عمر من الموصل، حياك الله يا عمر.
عمر. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون اخوي؟ هلا بيك اغاتي. شلونك استاذي؟ هلا بيك عيوني. نعم اسمعك. شلونك؟ هلا بيك قلبي. انت على الهواء مباشره، تفضل. على مود هاي الوعود، هاي من 2003 لحد الان كلها وعود وكلها كذب بكذب. ايه نعم على راسي، وكله وعود وقدم وماكو تعويضات وماكو رعاية وماكو، كله فشل فشل. انقطع الاتصال يا الأخ عمر. عضو ائتلاف النصر عقيل الرداني يحذر من فوضى المال السياسي بالانتخابات المقبلة بالعراق. طبعا يصير فوضى مال سياسي، لأنه هي مو فلوسهم، هم ما تعبانين بيهم، ترى هم جوا بال2003 حفاي. شوفوا شكلهم لما انطبوا العراق بال2003، وشوفوا شكلهم هسه، عمليات تجميل وعمليات بدول الخارج وعلاجهم هم وجهالهم بالخارج وعمليات دفعها البرلمان ما أنزل الله بها من سلطان وبلاوي سودة. فطبعا أكو فوضى مال سياسي. ويقول الرديني أنه المال السياسي له تأثير واضح على نتائج الانتخابات، مع لجوء البعض إلى دفع أموال وتجهيزات كهربائية وأفرشة للناخبين في الانتخابات الماضية مقابل التصويت لصالح قوائمهم. أخوي العزيز عقيل الرديني، أريد أقول لك شغلة واحدة بالنسبة للبطانيات والصوبات والبانكات اللي توزعت، والدجاج لا تنسوا اللي حطوا عليه صورة الناخب، ذني اللي توزع عن ترى ذني قليلات، بس أكو فلوس اندفعت حتى الأجهزة اللي تقرأ الأوراق الانتخابية قامت تقرأ بكيفها، قامت تنتخب بكيفها، واكو ناس ميتين انتخباوا، واكو ناس مستشهدين انتخباوا، واكو ناس خارج العراق انتخباوا، واكو ناس ما يندلون المركز الانتخابي انتخباوا. فانت تجيني تقول لي وزعوا لي بطانيات وما اعرف شنو، هاي مال سياسي، والتزوير اللي دا يصير هناك شنو؟ عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. شلون السادس؟ هلا بيك عيوني. أعزي نفسي وأعزي الشعب العراقي كافة بمناسبة الذكرى الأليمة اللي مرور 30 عام على استشهاد أبناء الشعب العراقي من الجهة العامرية من قبل العدوان الأمريكي الغاشم. وهذا اليوم هو اللي يكون صراحة هو يوم شهيد، هذا اللي المفروض العراقيين يعتبروه يوم شهيد، مو غير من الأشخاص يسمون الشهداء. نرجع لموضوع الأستاذ أسلم بالنسبة للحكومة ومشاكلها واحتراف الحكومة، رئيس الحكومة بفشله. أستاذ أسلم الإمام علي السلام الله يقول رحم الله امرئن عرف قدر نفسه، لما رئيس الحكومة اللي هو أعلى قمة بالدولة يعترف ويقول بأنه الشعب العراقي وصل إلى حالة اليأس والإحباط بفشل الدولة والتزاماتها والتعهدات مالتها أمام المواطن العراقي، فعليه أن يتنحى حتى يفتح المجال لغيره، لأنه حتى لا يبقى يدمر الشعب من سيء إلى أسوأ. فهذا ما مقبول عندك، يعني أنت راح تتحمل أمام الله كل معاناة الشعب العراقي، وهاي من هذه الدماء وهاي الارواح اللي تسهر. فرجاء اذا وتكون انسان وطني، يعني هاي وصي، يعني شو مثل ما تكون مناشده ما تصير رئيس الوزراء، اخي اذا تكون عاجز وما قادر على فرض سلطتك على الميليشيات وتحد من نفوذها، فيا اخي اتنح، لانه لا تستمر بينا للمأساة، لانه احنا الشعب، يعني صراحة الشعب العراقي مل وسام من هذه الوعود مالتك. وانت صراحة رجل اعلامي، يعني ثبتت بانه انت مو رجل دولة، رجل اعلامي. من هو؟ يعني توصل انت الكاظمي والله، ودعتك حتى رجل اعلام زايدة عليه.
الصلاح اي ما معناته، ما معناته هو جاي يعني من كلامه وهذه يعني شلون ما تقول يهيئ نفسه، لكن هو اصبح انسان فاشل. هاي من ناحيه دعوه الاحزاب استاذ اسهل. الاحزاب يعني هسه اليوم اثبتت ولو هي من قبل يعني ثابته للشعب العراقي، بس اثبتت على لسانها بدعواتها ها الى عقد مؤتمرات سياسيه جديده. فهذا عقد المؤتمرات لا يفيد ولا يضر. الشارع العراقي بعد يسمعكم بعد ما يحترمكم، وخير دليل بانه هذه قبل فتره هذه التظاهرات او هو التجمع وما القادة احد الاحزاب اللي يجمع ويفرض تحشيد جماهيره من قبل الرشوه، يعني الناس تجي للحضور هذه التجمعات بدفع مبالغ ماليه. نعم. يعني انا بنفس الوقت لما اريد اساله اقول هاي المبالغ الماليه من ميزانيتك الخاصه او من ميزانيه الدوله؟ اكيد الدوله اكيد من فلوس. نعم. الشعب اخ عبد الرزاق، شكرا شكرا جزيلا لك، واتمنى تبقى ويانا لانه عندي اتصال. بعد الاتصال راح نشوف فيديو المال السياسي ايش يسوون به. ابو علي من المدائن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك واحيي هاي الاذاعه الكريمه واحيي الشعب العراقي جميعا من الشمال الى الجنوب. تحيا والدوم اخوي العزيز. الله يسلمك اخوي العزيز. هاي الحكومه ما تستصلح، الله شاهد من الاحتلال لهذا اليوم. مو اهلها طائفيه، منا يهجرون بالعالم، منا الغربيه بادوها، منا ردوا، يعني ما يستصلحون لهذا البلد. الله كيلك ما يستصلحون لا بالله، يعني ذولا بلاء الله دبهم عليه. نعم. ذولا كلهم عملاء، كلهم عملاء امريكا وايران والاسرائيل، يعني مع الله اكبر، يعني الشعب مزقون، الله ينتقم منهم ان شاء الله. نعم. يعني الى متى نبقى هيك يا اخي؟ ما تقول الى متى؟ انت شفت لك واحد شريف من حشل طيبين ومن حشل اللي يسمع طلع بالاذاعه العراقيه او بغير اذاعات، هذا يمثل الطائفه السنيه وهذا يمثل الطائفه الشيعيه وهذا يمثل الطائفه الكرديه. شفت لك واحد شريف وطني يحكي باسم العراق؟ بالله عليك يا اخي الى متى نبغى هيك شيء؟ اريد واحد وطني شريف يطلع بالاذاعه اي اذاعه كانت تابعه للعراق يحكي باسم العراق؟ ماكو. هذا يحكي بالطائفه الشيعيه وهذا يحكي بالطائفه السنيه، يعني اريد واحد شريف وطني يحكي باسم العراق، يحكي بوطنيه ولاء للوطن. نعم نعم. وانا اشكركم واشكر الاذاعه الكريمه اخوي العزيز. شكرا شكرا جزيلا لك اخوي العزيز ابو علي. اكو فيديو هسه راح يطلع ورا هذا الفاصل القصير، بس شوفوا وركزوا ايش دا يحكون به، تفضلوا. الله جميعا ولا تفرقوا. بيان صادر من مجلس شيوخ وجهاء عشائر قضاء النهروان. كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. يعلم شيوخ وجهاء قضاء النهروان استنكارهم وغضبهم الشديد من محاولات بعض الضباط الذين ينتسبون الى مديرية امن الافراد في وزارة الداخلية وعلى رأسهم مدير المديرية لقيامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وأثارتهم النعرات الطائفية في مناطقنا أثناء تنفيذ الواجب الرسمي الذي كان من المفترض أن ينفذ بشكل مهني غير طائفي، حيث قاموا بتهديد الضباط الذين ينتسبون إلى قاطع شرطة النهروان منهم الطائفة السنية بالنقل خارج مناصبهم وأماكن عملهم لأسباب طائفية بالإضافة إلى قيامهم بطلب الرشاوي مقابل عدم كتابة التقارير الكيدية إلى معالي وزير الداخلية وبعد امتناع الضباط
أو ضباط قاطع مناطقنا من إعطاء مبالغ الرشوة لهم قاموا بكتابة التقارير الكيدية ضدهم وتضليل معالي وزير الداخلية الذي قام بنقل الضباط بناء على تقرير كيدي صادر من مديرية أمن الأفراد في وزارة الداخلية وبعد أن تم نقل الضباط بناء على هذا التقرير الكيد الطائفي تم فتح التحقيق مع الضباط المنقولين وأثبتت نتائج التحقيق براءتهم من جميع الاتهامات الكيدية التي وجهت لهم وأن فعلهم المشؤوم يعتبر جريمة يحاسب عليها بالقانون ولا سيما بأنه حصل ضد مجموعة من الضباط الذين يتمتعون بالنزاهة والمهنية ولهم مواقف وطنية مشرفة في مناطقنا وهذا يؤكد بأن من قام بالإساءة لهم والتعامل الطائف معهم لديه أجندات خارجية لتقسيم البلاد وتناسي بأن مراجعنا العظام وصفوا إخواننا أهل السنة بأنهم أنفسهم وأيضا نطالب دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم السيد مصطفى الكاظمي بالتدخل الشخصي الفوري لمحاسبة مديرية أمن الأفراد في وزارة الداخلية وسكرتيره الشخصي والعام الطائفيين الذين قاموا بكتابة التقارير الكيدية للضباط مناطقنا محاولين من هذا الكتاب زرع الفتنة الطائفية بين صفوف قوى الأمن الداخلي حياكم الله من جديد هذا اللي دا يصير بالعراق ابتزاز نقل طائفية ما دا أفتهم شنو اللي دا يسووه الشعب العراقي رفض الطائفية بثورة تشرين ويقول كلا كلا للطائفية كلا لإيران كلا لأمريكا إيران برا برا كلا للتدخلات الخارجية ما نريد هاي الأمور كلها وهم ما زالوا يستغلون هاي الفرصة ابتزاز سياسي وهذه الفلوس اللي دا يأخذوها من أجل وظائف ومن أجل ما أعرف شنو دا ترجع علينا مرة ثانية بالانتخابات ومثل ما شفنا بالبداية ومثل ما شفنا بالنهاية بدأت بال 2003 ولحد الآن هي تصير الانتخابات اللي وزع دجاج اللي وزع بطاطين اللي وزع صوبات اللي وزع بنكات اللي وزع ما أعرف شو يوزع واللي يطي 50,000 على مصوت هدى من الموصل حياك الله يا هدى السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل يا أختي أقل نعم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام مرحبا أستاذ أسل هلا بيك أختي أنطالب بمصطفى الكرمي بالعفو العام نعم والله أنا أبويا عسكري ومنتسب وخلال يعني خلال 3 أشهر حكموا بالإعدام نعم نعم أخت هدى ايه مطالب مصطفى الكاظمي بالعفو للبرياء ما عندهم شيء يعيد الحكم للهم وهاي شغلة كلها كيدية يعني نعم مثل الناس واحد يكره واحد قوة دعوة مع الأربعة الإرهاب ما يصير يعني هيتي المصطفى الكاظمي بالحق يعني يعيد الحكم للهم نعم نعم ايه عشان يعني هو كان بس في صار اسبوعين من سفرهم كلهم على الجنوب والله احنا ست بنات ما عندنا احد لا اخو يعني مقطوعين من الشجرة نعم ممنونة منك جزاك الله خير شكرا شكرا لك اخت هدى لاتصالك ووصلت رسالتك ان شاء الله مطالبة الى السيد مصطفى الكاظم اللي سمي نفسه رئيس وزراء بهالعراق بهالحكومة اللي ما دا أعرف إيش دا تشتغل ما دا أعرف إيش دا تسوي بس يقعدون باجتماعات وسفرات ويلبسون قود جديدة ومهامهم هذا البلد وليد من بغداد حياك الله وليد إذا تسمعني نصيلي صوت التلفزيون يسمعني من التليفون أغاتي حبيب قلبي تفضل أغاتي الله يساعدك عمي ويساعدك ابن عمي شلونك عمي الحمد لله عمي أوصل صوتي لكم وصل بالنسبة للحكومة ايه أهلي يجيني
يخدر اعصاب الشعب ولهناك ثوره. نعم. يا اهل فاطمه، يا اهل فاطمه، اي عمي، اي اخوي، اجاني العبادي ما طال، اجاني عادل عبد الزويه ما طال، انه ابو جان الكاظمي يقول الاعلام كذب، لا نكذب. نعم. فهذا يعني ما حتى سووا سكر بالعالم ضغط. انا واحد منا خدم الجيش زمن النظام البائد 9 سنوات بط، جوجوني ذولي مرضوني. فهذا يعني ما يصير. ذول الارهابيين اللي اسمهم دواعش ما عدموا واحد، كلهم نايمينهم اكلوا وشربونهم. ما يصير يعني، ما يصير هاي العالم تحجره تبلشت بيوتها. من راح يبنيها؟ الكاظمي؟ نعم نعم. شكرا 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 لك اخ وليد. ام علي من باب الحياه، الله يا ام علي. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا وحده ابني متباهى وظلموه. نعم. وهسه موقوف صار له 3 شهور و10 ايام. نعم. انه تهمه باطله من يم الشيخ رعد. نعم. الشيخ رعد حمزه علوان. انه حارق بيته وهو ما الى يد بيها، وبخت الحادث احنا ما موجودين، وهذا يتيم وما عندي بسه. نعم. اي والله. وانا اريد ارجو من عندكم توصل صوتي للكاظمي. وصل صوتك اختي، وصل. يعني طلعوا لي ابني هذا اليتيم وما عنده غيره. ان شاء الله يسمعوك السياسيين ويسمعوك المسؤولين ويطلعوا لك ابنك. ولا احنا كقناه اختي ام علي، احنا فقط اللي بايدينا نوصل صوتك ونخلي العالم كله يسمع صوتك ويسمع معاناتك. نعم. اي والله استاذ، وانا ما عندي غير هذا ويتيم وما عندي كل شيء، وهو ظلمه رعد علوان ظلمه، يعني مظلوم هذا اليتيم. وطفل الحدث ايش قد مواليده؟ مواليده 2002. ايش قد صار له من انسجن؟ من يوم 27/10. يعني هاي قبل كم شهر؟ اي اي شهر العاشر 27/10 بالامن الوطني. الله يرد لك يا سالم ان شاء الله، بس ما راح يحاسبوك حدث، لانه هو بحسب القانون مو حدث، حسب القانون عمره 19 سنه. نعم 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 نعم. بس ان شاء الله يرد لك سالم وسمعوك ويرجعوا لك ابنك علي يا رب. شكرا شكرا جزيلا لك اختي العزيزه. بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم استاذ افل وياك ابو محمود من الرمادي، نطالب من حضرتكم ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمعرفه مصير ابنائنا المغيبين في سيطره الرزازه، خلي يحسون بهالي المعتقلين. والله ابرياء استاذ، بس سؤالي، صبرون مصطفى الكاظمي والحلبوسي ما يشوفون ولدهم 6 سنوات؟ يعني هاي الحكومه ما تقدر تدخل جرف الصخر وتشوف شباب العراق بالسجون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تحياتي لك أخ أفل وياك أخيك نوفل من عبادان. والله لا الكاظمي ولا أبو الكاظمي ما دام هذول الوحوش من مقتدى إلى الحكيم يسرحون ويمرحون بالعراق الرشيد، ما راح العراق يشوف خير. والله من دنع لأبوهم كلهم أهل العمايم المجوسية ذيول إيران هذول اللي قاعدين يدامرون بالعراق. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. العراق اليوم أصبح ساحة لتصفية حسابات بين الصراع الدولي وهدر طاقاته الإنتاجية واقتصاد العراق. العراق ليس لديه إدارة وهي عصابة حرامية خدم تصفية حسابات الصراع الأمريكي الإيراني متفق عليه بين عصابة الخضراء وأمريكا وإيران، يتحمل مسؤولية العراق الاحتلال الأمريكي. قرة عين دول الجوار والجامعة العربية والعرب هيهات من الذلة، عاجل أم آجل نصر العراق والشعب العراقي، والتاريخ شاهد على انتصارات العراق. والسلام عليكم. رسالة أخرى، السلام عليكم. الكاظمي لا يعرف قيمة الدم العراقي والأرض العراقية وجعل نفسه تابعا لإيران وأضحوكة عالمية، لأن يهتم لحرمة الشهداء والأحياء، لن يهتم لحرمة الشهداء والأحياء، ولن يعرف معنى الشرف والانتماء للوطن. أخوكم صباح العراقي.
السلام عليكم استاذ أفل، نطالب بالعفو العام، بس اريد اعرف ليش يطلعون الايرانيين اهل المخدرات والاتجار بالبشر؟ ليش احنا ولدنا نايمه بالسجون كلهم ابرياء؟ 90% منهم اعتقلوا عن طريق المخبر السري. رساله اخرى، السلام عليكم، بس سؤال، هم ما يخجلون على انفسهم الناس ما تريدهم؟ والله انا مظلومه من هاي الاحزاب، ما عندهم كرامه، والله عيب عليكم. اخواني الاعزاء، الاخ صباح من بغداد اليوم باتصال حكى ويانا كلمه، يقول الحلبوسي ساكت وما يقدر يحكي وعمره ما حكى على احداث الجنوب مثلا. انا احب ارد شغله للاخ صباح، ارد اقول له هو الحلبوسي قدر يحكي بسيطره الرزازه، قدر يحكي بهموم اتباع يعني طائفته، هم يحكون طائفيه للسنه، قدر يحكي بهموم الانبار، قدر يحكي بهموم اللي صارت بالنسبه للنازحين من محافظة الأنبار وعايشين بالمخيمات واللي هسه يردون يردوهم غصبا ما عليهم ببيوت مهدمة، ما قدر يحكي. تتوقع منه هذا راح يحكي بقضية الجنوب؟ انفجار ببغداد هو ما طلع حكي، شو طب الانفجار وطلع الانفجار من ساحة الطيران، ما شفنا برلمانيين حكوا عليه ولا رئاسة مجلس النواب حكت عليه ولا شفنا قيادة أمنية حاسبت، بس شفنا نقل و340 واحد انحكموا بالإعدام. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم إن شاء الله باكر. في أمان الله.